السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الخطأ يبقى خطأ، والحرام يبقى حرام، والذنب يبقى ذنب، وإن كان تنوعت مداخله، تنوعت كيف يكون وكيف يعمل هذا الذنب، سواء كان بهذا الذنب بتحدي أو بمقلب أو بضحك أو بغيره. الآن صارت يعني بعض المعاصي وبعض الذنوب قد تكون يعني لذاته هي ذنب يعني صغير، ولكن أو ذنب يعني مستور على الشخص نفسه، ولكن صار فيها مجاهرة، صار فيها الناس يعني تتطبع عليه وعادي وفري وحرية شخصية وحياته، وحتى صاروا يضحكون عليه. يعني خذ كثير تحديات ومقالب وكذا بين شباب وبنات، أو بين مقاطع فيها استهزاء أو كذب أو ترويع أو غيره، والمقصد منه أنه فقط ضحك، لا المقصد فيه يعني افتعال الذنب لذاته أو الوقوع بشهوة أو معصية محرمة أو علاقة محرمة. لكنه إذا رجعنا للأصل فهو يبقى ذنب. فعشان كذا لازم يعني إذا جتنا انتشرت مقاطع أو تعارف الناس وشافوا الناس مثل هالشيء، ما يكفي إن الناس بس تجفل قلوبها منها في البداية، ثم مع الاستمرار يتعودون عليه ويصير عادي. يعني على سبيل المثال مثل الحين بعض المقاطع الموسيقية اللي في بداية المقاطع أو في نهايتها أو في وسطها وتكون بشكل خافت، تعود كثير من الناس عليها، وهي أن أحيانا يمكن يسمع يعني موعظة دينية أو مقطع فيه قصيدة أو كلام يعني عن تطوير الذات وهو فيه موسيقى. يعني الأصل يكون موعظة يعني دعوة وخير وصلاح أو أمر علم مباح، لكن خالطة الذنب وخالطة المعصية، وهذا وقع فيه يعني حتى بعض الصالحين وبعض أهل الخير واللي سمعته بخير. لذلك نرجع ونقول أن الذنب يبقى ذنب والحرام يبقى حرام، لكن مسألة تطبع الناس والناس صاروا يشوفونها شيء سهلة، أي صورة من الصور هو ذنب ويبقى ذنب، لا نغفل عنه، لا نغفل أن نتناصح ونتذاكر ونكون خير أمة أخرجت للناس كما قال الله سبحانه وتعالى، وكما قال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة. لاحظ جعل الدين كله، قال الدين صحيح دائما ومقصدها الله والدار الآخرة تشبث فيه. يعني صح أحيانا تكون نصيحة هي حق، وعيانا بعض الحقائق تكون قاسية أو مخالفة للهوى أو يكون فيها ثقل وغيرة من المقدم، مع أنها ثقيلة لأنها تبين هي عيب الشخص، لكن تبقى أن لازم نتقبلها، لازم نقول اللي قالها لنا جزاك الله خير، لازم تغير فينا النصيحة، لأن ما نكون مثل بني إسرائيل كما قال عز وجل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فلا بد أن نتناصح نتذاكر، يعني حتى وإن كانت النصيحة بطريقة أو بأخرى، لكن لازم أن النصيحة توصل ونقدم الخير للغير لعله يصل. يكون يعني أحيانا النصيحة ما تأخذ أثر أو ما يعني ما تطبق أو يضربها عرض الحائط أو يرد عليك برد قاسي، أنت في هذه الحالة أخذت المعذرة. الله سبحانه وتعالى يقول على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون، فقط أنت أخذت المعذرة وأخذت التذكير، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمن وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فقط أنك تأخذ المعذرة والأجل يعني أن تكون قد أعذر من أنذر، وإن نزل عذاب فأنت خارج هذا العذاب، كما قال سبحانه وتعالى وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. نسأل الله يجعلنا صالحين مصلحين، ونجعلنا من المستغفرين، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أستغفر الله لي ولكم ولوالدينا وخادم المسلمين.